السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج بتاع النهاردة برنامج اوبن سورس متخصص في تعديل الصور. على سبيل المثال مثلا لو انا جيت قلت له انا عايز مثلا الصورة ديت، تقدر زي ما انت شايف تتحكم في الإضاءة بتاعتها، تزود البلاك اللايتس، تقدر تلعب في الصورة زي ما انت عايز. لو في شادو عايز تضيفه، لو في راديوس تفتح صورة تغمقها زي ما انت عايز، تقلب الصورة تعكسها، كل الامكانيات ديت بسهولة جدا تقدر تعملها. وكل ده البرنامج فري وي اوبن سورس، زائد الاعدادات اللي موجودة هنا يعني لا نهائية.